أسعد الله صباحكم. احنا من حدادة أبو لقمان وياكم زهرة زنقنة. اجيت طبعا هم يبدلون دهن فاجيت دا اغير دهن وياي لقمان كاك لقمان. احكي لنا شوية على هذا الميزان المصيبة شفتك دا ترتبه. طبعا ماخذينه من محلات مو محلات من يعني من جهة يلا يقول له تقولين هذا الميزان عمره 450 سنة إيطالي. شوفوا عمر الميزان موثق هذا الميزان عمره 450 سنة. فمشتري طبعا هو هنا يجمعون أنتيكات كمحل حدادة. شوفوا إيطالي هذا من حدادة كاك لقمان. ميزانك 400 صال 8 إيطاليا.